نبقى الآن مع كلمة إلى ضيف شرف هذه الأمسية، سعادة المهندس نعيم المطوع، فليتفضل. مساكم الله بالخير جميعاً، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. طبعاً ما شاء الله تبارك الله الدكتور يعني استرسل كثير في سوق الأسهم وهذا تخصصه، أما أنا طبعاً فبعيد كل البعد حقيقةً عن موضوع الأسهم. أنا أتذكر دخلت مرة واحدة بحياتي تقريباً في 2008 يوم الانهيار السوق الدكتور لمدة شهر وطلعت بعدها ولا دخلت مرة ثانية، والحمد لله أني ما دخلت لأني اتجهت إلى ريادة الأعمال، وأنا مهتم كثير حقيقة في ريادة الأعمال ولقيت نفسي فيها. أشارككم فقط يعني ريادة مفهوم ريادة الأعمال. أنا أعتقد يمكن الأغلبية اليوم يعرفون مفهوم ريادة الأعمال ولا لا؟ مفهوم ريادة الأعمال، لكن عشان أوضحها، هل تعلمون يا أخوات ويا أخوان أن 1% من عدد سكان الكرة الأرضية يملكون 50% من ثروات الأرض؟ 1% من عدد سكان الكرة الأرضية يملكون 50% من ثروات الأرض. ها؟ السبب لأنهم أذكياء ويشوفون الفرص اللي الناس العاديين ما يشوفونها. أغلبهم طبعاً دول الأغنياء دول والأثرياء أغلبهم هم رواد أعمال. طبعاً أنا من 99 الباقي. لكن كمدخل عن ريادة الأعمال، ريادة الأعمال هي الطاقة التي توفر هي الطاقة التي توظف الموارد توظيف أمثل. كثير من الدول عندها موارد ما شاء الله تبارك الله، لكن مو عارفة توظفها توظيف أمثل. كثير في أمثلة كثير يعني لما نتكلم مثلا يا أخوان، أشهر شاي اليوم موجود شنو هو؟ أعطوني براند. ها؟ من اللي قال ليبتون؟ ليبتون مثلاً. ها؟ الماركة هذه شنها؟ إنجليزية. ها؟ بريطانيا ما تزرع ترى شاي. ها؟ الشوكولاتة مثلاً، أفضل الشوكولاتة مثلاً سويسرية. سويسرا ما تزرع شوكولاتة، تحصلونها في جنوب أمريكا ولا تحصلونها في أفريقيا. ليه؟ لأن هم ذول يوظفون الموارد توظيف أمثل. ناخذ مثال حي عندنا هنا، افضل تمر يا اخوان شنو؟ جامله ولا صدق؟ والله شوف انا عن نفسي تسالني بقول لك العسل هذه. ها؟ يا ريت القصيمي. افضل تمر، ولا خلينا اعدل السؤال، ما ابي اقول افضل تمر. ايه شوف، التمور اليوم اللي تغزو سوق اوروبا، بالذات سوق أوروبا، ولما نتكلم عن سوق أوروبا نتكلم عن هاي ستاندرد كواليتي سبيسيفيكيشن. عندنا هنا هيئة المواصفات والمقاييس يسمونها ساسو، تحط مواصفات معينة لأي منتج يدخل البلد. أوروبا من يعني أكثر البلدان اللي تركز على المواصفات والمقاييس، إن ما يدخلها أي منتج رديء. اللي يغزو اليوم أسواق أوروبا في التمور إسرائيل. إسرائيل نعم، أي طبعا. يعني أنت لما تسمع المعلومة ذي حقيقة تحبط. يعني إحنا أهل التمر، الدول العربية هي أهل التمر. اليوم التمر الإسرائيلي فعلا يغزو أوروبا. ليه؟ لأنهم يوظفون الموارد تمثيل أمثل. ريادة الأعمال هي التي تخلق فرص وظيفية. يعني الدكتور مشكوراً تكلم كثير عن موضوع السوق الأسهم، لكن إحنا اليوم نوع المستثمرين، يا مستثمر طويل المدى أو إنه مضارب. هل المضارب اليوم في سوق الأسهم يا دكتور يخلق فرصة وظيفية؟ هل ينعكس مضاربته على
على بناء الاقتصاد، على الدخل القومي، أنا شخصيا أشك، لكن كمستثمر ممكن. طيب، فلا شك ريادة الأعمال مهم اليوم، ويمكن البعض يجي في ذهنه يقول لك يا عمي وين نسوي ريادة الأعمال في ظل هذه الظروف الصعبة؟ أنا معكم أنها ظروف صعبة، لكن في كل تحدي هنالك فرص، والفرص قد تكون استثنائية. معليش بس، أسوأ سنة مرت علينا في الاقتصاد متى يا أخوان؟ أسوأ سنة كورونا. ها، هل تعلمون يا أخوان إن في شركات وفي رواد أعمال حققوا ثروات هائلة في هذه الأزمة؟ أنا للأمانة أنا أفخر إني أقول خلال 20 سنة أو ربما أقل، من طلعت من سوق الأسهم كم طلعت يا أخوان؟ 12 13 14، والله لم أحقق أرباح بقدر ما حققته في 2020 في عز الأزمة. نحتاج نلعبها بذكاء، نحتاج ان احنا نعرف كيف نشوف الفرص اللي غيرنا ما يشوفها، وهذا الفرق بين رائد العمل الناجح. رائد العمل الناجح هو يشوف الفرص اللي غيرها ما يشوفها فرص، يشوفها مشكلة. رائد العمل يشوف المشكلة هي فرصة له. طيب، احنا محتاجين حقيقة يعني نوعي المجتمع، نوعي الشباب، نوعي الشابات في كثير من قضايانا، في كثير من مواضيعنا، وهذا طبعا ما يقوم فيه منتدى الثلاثاء الثقافي مشكورين من اكثر من 23، يعني يقوم بتعزيز الحراك الثقافي، يقوم بتعزيز الحوار الثقافي. احنا محتاجين فعلا مثل هذه المنتديات، علما ان المنتديات هذه انا في تقديري لو سمحت لي بو هذه ما تخلق مثقف، لكن لها دور كبير في نشر التوعيه. وانتم تعرفون وانتم اكثر مني يعني معرفه ان المثقف هو مو فقط صفصفه كلام وحكم، لا لا، هو كيف تنعكس تلك المبادئ، ها، المبادئ والقيم على سلوك الناس. ولا ما هو مثقف؟ مثقف وسلوكه سيء ما هو صحيح، ما هو مثقف. ما يميز هذا المنتدى الجميل من وجهة نظري أنا إنه منظم، تنظيم جيد. ما يميز هذا المنتدى هو قيامه على الأعمال التطوعية. يعني مثل هذا المنتدى لو تشوفه برا تشوف لا، قد يكون مؤسسة، قد يكون يحتاج لها توظيف، يحتاج لها دفع رواتب، وقد تكون مبالغ هائلة، لكن ما يميز هذا المنتدى أنه يقوم على العمل التطوعي. لا شك أن هذا المنتدى من أول ما بدأ وحتى الآن أنا في تقديري يحتل يعني المراكز الأولى. أنا دخلت مراكز كثيرة للثقافة، دخلت كثير من المنتديات الثقافية، لكن أغلبها للأسف ما استمر. اللي استمر في هذا الحراك منتدى الثلاثاء الثقافي لمدة 23 سنة، هذا بحد ذاته إنجاز. إحنا نحتاج ندعم مثل هذه المنتدى، ويعني دعمه مو فقط الدعم المادي، وإن كان يعني الدعم المادي مهم، ولكن حضورنا وتفاعلنا هذا بحد ذاته أكبر دعم. أنا من جهتي أتمنى أن يلعب هذا المنتدى في الفترة القادمة ليس فقط دور في تعزيز الثقافة، بل أيضا في تعزيز التنمية، أن يكون له دور في التنمية بالتزامن أو بالعمل مع مؤسسات الدولة، المؤسسات الدولة المختلفة لتعزيز التنمية سواء بالقطيف أو خارج القطيف. وهذا ما يصير طبعا إلا بترسيم المنتدى، ترسيم المنتدى بمعنى أن يكون المنتدى رسمي. أتمنى أن نرى في المستقبل القريب ترسيم لهذا المنتدى، وخاصة أن الدولة مشكورة فتحت باب كبير جدا لمؤسسات المجتمع المدني. أتمنى أن تطلق جائزة باسم المنتدى الثقافي
يكرم فيها أصحاب المبادرات المتميزة، ليس فقط على مستوى القطيف ولكن على مستوى الوطن. وبإذن الله سنكون أول الرعاة والداعمين يا أبو هادي. شكرا لك أبو هادي، والشكر موصول إلى جميع القائمين على هذا المنتدى المتميز وللإخوان الحضور. ودعوتي اليوم حقيقة للتكريم هو تكريمي أنا شخصيا أن أقف بين قامات متميزة ونخبة من رجال ونساء الفكر والأدب كل في اختصاصه، ومتطلعا أن نرى المنتدى في كثير من التميز في المرات القادمة وتنوع مبادراته. الشكر.